تعلم كواكي ماذا يوجد داخل الأرض. لنقوم بصنع كرة أرضية بأيدينا. أجل. كواكي يحب القيام بالحرف اليدوية. انظر لرؤية المواد التي نحتاج إلى استخدامها. صلصال ملون، سكينة لعبة، شوبك، نموذج من الصلصال. لنبدأ. يوضع اللب الداخلي واللب الخارجي معا ويسميان لب الأرض. أي لون علينا أن نستخدم من أجل لب الأرض؟ استخدم يديك لعجن الصلصال معا. انتهينا. الآن لنقوم بصنع الغلاف. أي لون علينا أن نستخدم من أجل الغلاف؟ استخدم يديك لعجن الصلصال معا. استخدم الشباك لجعله مسطحا. يجب أن يلف الغلاف حول لب الأرض. الآن لنقوم بصنع قشرة الأرض الخارجية. أي لون علينا؟ استخدم يديك لعجن الصلصال معا. استخدم الشباك لجعله مسطحا. اكتمل صنع القشرة الخارجية أيضا. هذا مذهل. يوجد أنواع كثيرة من الأراضي على الكرة الأرضية. دع الأراضي على الكرة الأرضية. لنقم بتزيين كرتك الأرضية. أصبحت الكرة الأرضية جاهزة. يا لك من رائع. استخدم السكينة اللعبة لفتح كوكب الأرض. كيف يبدو من الداخل؟ انظر، إنه يبدو هكذا. هل تذكر ماذا تسمى هذه الطبقات؟ القشرة، الغلاف الخارجي، لب الأرض. كواكي يمكن معرفتهم كلهم. كواكي ذكي جدا. كواك كواك كواك.